كتير طرق وسط الحياة كانوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح في يوم جديد من أيام قناة الطريق. النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن الصوم مع الخادم أستاذ محب مكرم رزق. أهلا وسهلا بحضرتك، وخادم بكنيسة ملاك ميخائيل بسوس. أهلا وسهلا بيك، نورتنا النهاردة في استوديو قناة الطريق. أهلا وسهلا. وأيضا معنا في حلقتنا المرنمة الجميلة بسنت. بسنت نورتينا النهاردة. لسه بسنت لسه غنونة مرنمة صغيرة، إن شاء الله تبقى قناة الطريق وشاحر عليكي. طب ايه رايك نبتدي بسؤال ولا نبتدي الترنيمه مع بسنت؟ نبتدي بالترنيمه مع بسنت. خلاص انا مع استاذ محب. اتفضل نبتدي بالترنيمه للبابا شنوده. كلماتي والحاني. خلاص اتفضل. كلماتك بتاثر فينا من بعد ما سبتنا رأينا، فاكرين وعظاتك وكلامك عايزينك تتشاف علينا. كلماتك بتأثر فينا من بعد ما سبتنا يا رأينا، فاكرين وعظاتك وكلامك عايزينك تتشفى علينا. روح معانا مهما يسيب الكون ويسافر، روح معانا مهما عدينا تعافر، روح معانا مهما يسيب الكون ويسافر، روح معانا مهما الدنيا علينا تعافر. بالروح يا راينا ويانا بتصلي وتطلب رحمانا، شايف حزن ودمع ولادك، شايف اللي بيجرى معانا. بالروح يا راينا ويانا بتصلي وتطلب حمانا، شايف حزن ودمع ولادك، شايف اللي بيجرى معانا. روح معانا مهما يسيب الكون ويسافر، روح معانا مهما الدنيا علينا تعافر، روح معانا مهما يسيب الكون ويسافر، روح معانا مهما الدنيا علينا تعافر. الله يعينك، جميلة. وبعدين بس انت صوتك رايق خالص ولا النهارده عشان تعبانه؟ انت بتحبي بابا شنودة لدرجة ان انت الفتي ترنيمة ليه؟ قد ايه؟ جدا. هو اصلا معلمني ان انا اكتب، كان هو مثلا القعدة. ده كويس. نيجي بقى مع استاذ محب، وعايزة اسأل او اسمع ان في صيام سيادي وصيام غير سيادي، يعني ايه الاول نفصل؟ سيدي. سيدي وغير سيدي، يعني ايه نفصلها الاول قبل ما ندخل على السؤال بتاعنا؟ هو في الاعياد السيدية بتنقسم لسبعة كبرى والسبعة صغرى. نعم. كلمة سيدي يعني خاصة بالسيد المسيح له كل المجد. نعم. الأعياد السيدية الكبرى اللي هي عيد البشارة وعيد الميلاد وعيد الغطاس. نعم. وأحد شعانين. نعم. وعيد القيامة المجيد. نعم. وعيد حلول الروح القدس وعيد الصعود. نعم. دي بيسبقها أصوام. نعم. يعني معظم هذه الأعياد يسبقها أصوام. فبتختتم بالأعياد السيدية الكبرى. وهناك أعياد سيدية صغرى خاصة برضو بالسيد المسيح، زي عيد الختان، عيد عرس قانا الجليل، عيد دخول السيد صغرى، عيد دخول السيد المسيح الهيكل، عيد دخول السيد المسيح الهيكل، خميس العهد،
في عيد التجلي في احد دومه. دايما الاعياد السيديه الكبرى يسبقها اصوام سيديه، لكن صوم الرسل لا يعتبر من الاصوام السيديه. ليه بقى؟ الصوم الرسل سالوا التلاميذ، سالوا رب المجد يسوع لماذا تلاميذك لا يصوموا؟ قال لهم ما دام العريس معهم لا يصوموا، حينما يرفع العريس يصوموا. حينما يرفع العريس يعني في عيد الصعود، صعد المسيح بعد 40 يوم بدا صيام الرسل، اللي هو الصيام الوحيد اللي يبدا بعيد وينتهي بعيد. يبدا بعيد حلول الروح القدس، عيد العنصره، عيد البنتيقوستي، وينتهي بعيد استشهاد معلمنا القديس بطرس ومعلمنا القديس بولس. يبقى عشان كده صيام الرسل مرتبط ببولس وبطرس، عشان خاطر بي 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 بينتهي ب ب باستشهادهم باستشهادهم في هذا اليوم. طبعا دول كان ليهم الحقيقه باع طويل في نشر الكرازه. معلمنا بطرس يعني كان في الاول صياد بسيط جدا جدا، وحصل معاه ان رب المجد يسوع لما عدى عليه في احدى المرات ولقاهم يعني قاعدين حاطين ايدهم على خدهم، فبيقول لهم في ايه؟ قالوا تعبنا الليله كله ولم نصطاد شيئا. فقال لهم ادخلوا الى العمق والقوا شباككم للصيد. قالوا له على كلمتك نلقي الشبك، وبالفعل دخلوا الى العمق، في حين ان ده غير الطبيعي. الطبيعي ان السمك بيبقى على الشط، الناس بتبقى قاعده على الشط تصطاد، لكن على كلمتك يا رب اللي هتقوله حتى لو ده غير الطبيعي، يعني غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. دخلوا، كان هم ثلاثه مع بعض شركاء، معلمنا بطرس، معلمنا يعقوب، معلمنا يوحنا، ودخلوا الى العمق والقوا الشباك، فملأوا السفينتين حتى كادتا يغرقا من كتر السمك، من ما فيش خالص من الضد للضد. فخر معلمنا بطرس عند ركبتيه وقال له اخرج يا رب من سفينتي لاني رجل خاطئ. اذا اعتراه دهشه على كثره السمك. فقال له خلاص من النهارده مش هتصطاد سمك، هتصطاد الناس. فتركوا كل شيء وتابعوه. مكتوبه كده في انجيل معلمنا لوقا. تركوا كل شيء، يعني الشبك والسمك والسفينتين والبيوت كل حاجه. طب رايحين وراه يعني يا معلمنا بطرس ده ليس له اين يسند راسه. ده ما فيش مرتبات كل اول شهر يعني. قال شفنا بعينينا، شفنا بعينينا حاجه لم تحدث من ذي قبل، لان احنا اصلا صيادين اب عن جد من بيت اسمه بيت صيد. تكرر هذا الموقف بعد القيامه. لما معلمنا بطرس دخل برضه هو معاه بعض من التلاميذ وظهر لهم يسوع لتاني مره، بتعملوا ايه؟ قالوا له نفس العباره، تعبنا الليله كله ولم نصطاد شيئا. فراح مغير حته كده في النص صغيره، قال لهم طب ادخلوا الى العمق والقوا شباككم على الجانب الايمن. جايز ياخدوا بالهم يعني. فرموا الشبك جابوا 153 سمك. جه معلمنا يوحنا قال هو الرب، هو الرب ده اللي ظهر لنا قبل كده. ف أو بس قبل ما حركتكم الكلام، ليه الجانب الايمن يعني، او بيشير ليه الجانب الايمن لما السيد المسيح طلب من هو طبعا رمي الشبكه فيه؟ الجانب الايمن رمز للقوه، رمز للخير. يقول جلس الملك عن يمين الملك، صعد رب المجد يسوع وجلس في يمين الاب، فاليمين تليه اشارات ودلالات كثيره قوي يعني. وبعدين مرة بعد ما حل الروح القدس على التلاميذ، معلمنا بطرس وعظ وعظة واحدة بس جاب 300 نفس إلى الإيمان، لأن الروح القدس إدى قوة للكلمات اللي طالعة منه لدرجة الناس قالوا ماذا نصنع لنخلص؟ إيه الحكاية؟ رب المجد يسوع إدى قوة لمعلمنا بطرس فتحول من صياد للسمك ولينا صياد الناس. وبعدين طبعا بدأت الكرازة هو ومعلمنا بولس على أعلى مستوى، هما الاثنين. معلمنا بولس 14 رسالة، في متاعب، في أسهار، في أسفار، فتعبوا ويعتبروا هامة الرسل زي ما بنقولها في الاسم. معلمنا بطرس، فبيختتم صيام الرسل باستشهاد معلمنا بطرس ومعلمنا بولس.
عشان كده مرتبط جدا بيهم لان طبعا صيام طبعا. الرسول. طيب يعني لو هنتكلم بقى عن صيام الرسول بالنسبة للشباب، ففي معظم الشباب ما بيصوموش صيام الرسول؟ بتصومي ولا الأولية بس؟ متأكدة بعد الصيام الكبير بتقدري تصومي صيام الرسول؟ ففي بعض الشباب ما بيهتموش بيه، رأي حضرتك في الموضوع ده؟ لا انا بتكلم عن الصيام عموما مش الصيام الرسل. لا هو انا بتكلم في صيام الرسل خصيصا، لان في نبقى لسه طالعين من الصيام الكبير، وفي ناس يعني ما تعرفش قد ايه ان طب هو ما احنا الصيام فترة الاول في الكنيسه وما بتهتمش ان هي تصوم. الصيام ده ليه اهميته؟ لان ده الصيام الاول في الكنيسة زي ما حضرتك قلتي. نمرة اتنين، الصيام ده حب، نعم الصلاة حب، قراءتي للكتاب حب، ذهابي للكنيسة حب. ولازم اعلم كده لاولادي، يعني كل اب وام مسؤولين من هم صغيرين خالص خالص. البيت لو بيصوم هيبقى الامر طبيعي جدا. طب ما احنا بعد الصيام الكبير زي ما بتقولي حضرتك في عندنا 55 يوم ما فهمش صيام اطلاقا، وبيعقبهم اصل الصيام ده يعني نهضه. الكنيسه بتقول لي انهض من العالم اللي انت فيه، وبنترفع الى درجه ان الصيام اللي احنا فيه من الدرجه الثانيه ومسموح فيه بأكل السمك ومنتجاته. فأعتقد أن الصيام يعني ليس بثقيل، ولازم الشباب يتعود، لأن الصيام بصراحة فضيلة رائعة جدا جدا. لو متعود في بيته بيصوم من هو صغير كل الأصوام حتى الأربع والجمعة، الأربع والجمعة على مدى الأسبوع على مدى السنة كلها فيما عدا فترة الخمسين المقدسة، يبقى إنسان صوام ويتوق إلى هذا، لأن الصيام بيقربنا لربنا بالأكثر. الصيام ينجح الإنسان ويقربه لربنا أكثر، زي الصلاة وزي الذهاب للكنيسة والقراءة في الكتاب المقدس. بتصومي يا أستاذ محب ولا لأ؟ بصراحة كل الصيامات وأربعة بصراحة اتعودت في البيت عندي، والدي ووالدتي عودونا من واحنا أطفال، وبالتالي أنا اتعاملت كده مع أولادي يعني تعود من وهم صغيرين، فبقى الأمر طبيعي. بقى الامر خلاص انا بطلع كده تعود، بعود ولادي تعود وبعود ولادهم، الامر طبيعي جدا. فالصيام مش مشكله، وعندي الاولاد شباب. نعم ربنا يخليهم لك. طب ايه رايك نسمع مع بسنت كده ترنيمه؟ اتفضلي. ترنيمه اسمها عكاز امل. عكاز امل دي برضو تاليفك كلماتي والحن؟ بجد؟ طيب ماشي. انا الشريد يا ربي، أنا الوحيد في دربي، أنا الشريد يا ربي، أنا الوحيد في دربي، أنا الحزين بيأسي اسكن من تاني قلبي، أنا الحزين بيأسي اسكن من تاني قلبي، مسجون بين الحيطان بكلمها، سرحان وسط الشوارع بحكي لها، بحكي لها ضعفي في وحدتي، بحكي لها خوفي في دنيتي، بحكي لها عن قلبي الحجر وسط الحطام بين البيوت، بحكي لها عن قلبي الحجر وسط الحطام بين البيوت، محتاج لمسة قوية، محتاج منك هدية، اقبلني تاني ابنك واغفر لي الخطية، اقبلني تاني ابنك واغفر لي الخطية، تهتي وتاهت ملامحي، تهتي وزاد انا جرحي، تهتي وتاهت ملامحي، تهتي وزاد انا جرحي، اصل الحياة بعيدة عنك حياة حزينة ومؤلمة، اصل الحياة بعيدة عنك حياة حزينة ومؤلمة، محتاج لمسة قوية، محتاج منك هدية، اقبلني تاني ابنك واغفر لي الخطية، اقبلني تاني ابنك واغفر لي الخطية. جميلة جميلة بسنت، جميلة حلوة. بسنت. لا وبسنت كمان هي اللي كاتبة الكلمات يعني، ولسه صغننة كمان موهبة كل ده، جديدة. فموهبة جميلة بجد، ربنا يوفقك. ولسه كل ما تكبر كمان طبعا يبقى في حاجات أقوى من كده إن شاء الله. ماشي. أنا عايزة أسأل أستاذ محب، طبعا. يعني المسيح اتكلم كتير عن الصيامات وأكد عليها،
لكن صيام الرسل يمكن هو اكتر حاجه قال فيه، لما قال فيها السيد المسيح عندما يرفع العريس حينئذ، حينئذ ايه يصوم. فاشمعنى ده؟ ده صيام اسمه صيام الخدمه. اي خدمه، اي خدمه لازم تبدا بصيام. تخيلي حضرتك لما اب كاهن يترسل، اول حاجه بعد الرسامه مباشره بيروح الدين ويصوم لمده 40 يوم. ليه؟ موسى صام 40 يوم على الجبل، ايليا صام 40 يوم. قبل الخدمه لازم الصيام. ليه؟ الصيام بيدي قوه، الصيام بيدي دفعه. الاسقف قبل، بعد ما يترسم اسقف بيصوم لمده سنه. ليه؟ الصيام يدي دفعه للخدمه الروحيه. اي حد بيخدم لازم خدمته يسبقها صوم. التلاميذ رايحين يكرزوا. يكرزوا فين؟ في العالم كله. لدرجة مكتوب عنهم في الكتاب المقدس فتنوا العالم، بهروا العالم بكرازتهم. ايه ده؟ ازاي؟ الصيام يدي قوة ويدي دفعة ويدي حماية وحصانة. اصلي بصي حضرتك، هذا الجنس لا يخرج الا بالصلاة والصوم. لدرجة انه في صوم اهل نينوى، رب المجد يسوع لما بعت يونان قال له يا يونان روح للبلد دي وقال لهم شركم صعد لحد عندي فتوبوا. كلمة توبوا يعني لازم يرجعوا عن ما هو فيه. فيونان الحقيقة قال في نفسه يعني انا مش بتاع خدمة، يعني الموضوع ده بالنسبة لي، فحب يهرب. يهرب من مين؟ ربنا. طبعا ده استحاله، يعني ممكن احنا كبشر نهرب من بعض لكن نهرب من ربنا دي استحاله. ففعلا هرب بطريقته، نزل وركب المركبه وبعدين دفع الاجره وبعدين قامت هبوب على الريح، الريح على السفينه، وبعدين قال لهم انا السبب فرموه، وبعدين جه الحوت بلعه، فجي رب المجد يسوع قال له حافظ عليه يا حوت على يونان لان ده في رساله اطلع بيه على نينوى. فطلع فقال لهم انا جاي برساله توبوا لان شركم صعد الى السماء وانا جاي لكم بالرساله دي، وان لم تتوبوا هتنقلب المدينه بعد 40 يوم. كان ايه رد الفعل لهذه الرساله؟ الملك بتاع المدينه شال التاج وقلع الملابس وقعد على الرماد ولبس المسوح وامر بصيام البلد كلها حتى الحيوانات والرضع. ربنا قبل توبته بالصيام، لان الصيام ده دليل على محبتي لله. الصيام ده بقول للجسد ريح انت شويه عشان هغذي الروح، لان الانسان عباره عن جزئين جوه بعض، روح وجسد. في الصيام بريح الجسد شويه كده، اقول له كفايه، مش بقعد اكل الصبح ودار وليل، لا بريحه خالص خالص، ان الصوم عندنا انقطاع تماما عن الاكل والشرب، لان في ناس فاكره غير كده، احنا نصحى ناكل اكل صيامي او نباتي ومن صايمين، لا انقطاع. ونبدا نغذي الروح، وغذاء الروح هو الصلاه، القراءه في الكتاب المقدس، القراءه في الكتب المقدسه، التوبه، الاعتراف، التناول، كل وسائط النعمه. بغذي الروح بالاكثر في فتره الصوم. فالصوم هو البطارية اللي بتشحن أي حاجة. لو عندي أي عربية، أي جهاز مش مشحون لا يمكن يشتغل. الصوم هي البطارية اللي بتدي دفعة للخادم الروحي في خدمته، في أيا كانت الخدمة، أيا كانت وعلى أي مستوى، الصوم مهم جدا. ولذلك الصوم اللي احنا فيه اسمه صوم الخدمة. فمرتبط صوم الرسل بالخدمة. فلما انتشروا في العالم كله، يعني هي كانت بدايه الخدمه، بدايه الخدمه طبعا بعد رب المجد يسوع الكرازه، كانوا يخدمون بقوه بعد صعود رب المجد يسوع. طب وبالنسبه، احنا لسه كنت بتكلم دلوقتي في ان الناس بتصحى تاكل او بتاع، لا ده صوم انقطاعي. بالنسبه للناس اللي ما بتصومش انقطاعي، يعني في ناس كتير ما بتصومش انقطاعي، الناس اللي ليها ظروف خاصه، الحوامل، المرضعات، الناس اللي عندها امراض
خاصه، وفي كتير قوي زي السكر وبعض الامراض اللي يلزم انه ياكل عشان بياخد ادويه معينه، بياخد حل من اب الاعتراف بتاعه ان هو ما يصومش انقطاع. لكن الشباب اللي هو اللي صحته كويسه ما يصومش ليه؟ ما يصومش ليه؟ انقطاع. يعني بالذات فتره الشباب، اذكر خالقك في ايام شبابك، لازم يصحى فتره انقطاع لما بعد القداس. لكن هو لو هو ما صامش انقطاع هو كده ما بيغذيش الروح اللي جواه. طبعا يعني بيبقى مهتم قوي انه يفطر ايه وياكل ايه وكده، يعني يبقى اهتمامه بالجسد. طب انا عندي سؤال كمان بخصوص بقى الجبنه اللي طالعه صيامي واللحمه اللي طالعه صيامي واللبن اللي طالعه صيامي واللانشون اللي طالعه صيامي. هو الحقيقه انا بصوم بصوم الجسد هنا، مش بأشبع شهوة معينة، واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني أنا هنا بصوم لصنف واحد قدامي، لكن دلوقتي طلعت حاجات كتير نباتية قوي 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 وأنواع كتيرة قوي وحلويات كتيرة قوي. ممكن، لكن مش بشهوة. ممكن احنا مرة يعني كنا في احتفال وفي الصيام وبعدين أحد الأسقفة بص لقى السفرة مليانة، قال لهم يا جماعة احنا في الصيام، قالوا يا سيدنا ما ده أكل صيامي. ناكل ممكن بس مش بشهوة. يعني ما قلتش عايز الطلب الفلاني ده، عايز الجبنة الفلاني. لكن إن وجدت إن وجدت ما يجراش حاجة. يعني أنا أفهم إن أنا في فترة الصيام إن أنا ممتنع عن الحاجات اللي ممكن أكون بشتهيها جدا. فدي من ضمن الحاجات اللي ممكن يكون الإنسان بيشتهيها. هي بصراحة أقول لك على حاجة، يعني مثلا عندنا أطفال صغيرين لما نستعمل الحاجات دي معاهم حلوة قوي. الناس الكبار في السن لما نستعمل الحاجات دي، وفول الصويا والمنتجات بتاعته واللي هو المشروم والحاجات دي، كل ده مساعد. لكن برضو إنسان قوي البنية ومش محتاج لده كله، مش محتاج. لكن عايز اقول ايه، ما نتزمتش او ما نتشددش يعني. لكن الحاجات دي الموجوده وكترت او ما اكثرها لمن دول. وفي ناس ما اكثرها وبياكلوها وما بيصومش انقطاعي. لا لا صايمين ليه؟ لا لا، هو الصوم انقطاعي ده بالدرجه الاولى، وما حددش اكل معين بذاته. ما حددش اكل معين بذاته. اي اكل يوضع قدامي اكله بشكر. كله كل ما يقدم بالشكر. عايزين نتكلم بقى ايه فوائد الصيام تاني غير انها بتغذي الروح؟ الصيام بيقوي الاراده. بيقوي العزيمه. الانسان اللي يقدر يمنع نفسه عن الاكل ويقدر يقول لنفسه لا الاكل ده ما كلهوش ومش دلوقتي، انسان قوي الاراده. يبقى واحد تقويه الاراده. لان اللي صح ياكل ونام ياكل، ده ارادته ميته. مش قادر اقول ضعيف، ما فيش اراده خالص. اللي عايزه سايب اصلا حياته للاكل. مستسلم. والجسد نمره واحد، ومن يزرع للجسد يحصد موت. ومن يزرع للروح يحصد حياه ابديه. يبقى هنا تقويه الاراده. نمره اثنين العفه. عفه النفس. الانسان اللي يقدر يمتنع عن الاكل ولفترات عديده عفو في النفس. مفيش حاجه تشده. مفيش حاجة تسيطر عليه. نمرة ثلاثة، الصيام من فوائده يعلمنا العطاء. يعني ايه العطاء؟ يعني دلوقتي الانسان اللي هو بياكل مهتم بذاته قوي قوي، طب وغيري اللي مش لاقي والفقير؟ لا، الوجبة اللي انا هتخلى عنها دي اللي هي الفطار مثلا، دي مش بتاعتي، دي اروح اديها لواحد تاني غير قادر، ما كانتش عندي الفضيلة دي قبل كده، تولدت لما دخلت في الصيام. وما اكثر الاصوام عندنا طول السنه، يعني احنا صوم الميلاد يعقوبه على طول صوم يونان، وبعدين الصوم الكبير، وصوم الرسل، وصوم الست العذراء، واربع وجمعه. فكل دي تحفزني على العطاء واحساسي بالاخر. يبقى تقويه الاراده، العزيمه، عفه النفس، العطاء، واحساسي بالاخر، الرقي بالجسد. يعني ايه الرقي؟ يعني ايه الرقي بالجسد؟ الغذاء اللي هو الطعام ده غذاء الجسد. طيب والفضائل الروحيه غذاء الروح. طب والعلم والقراءه غذاء العقل. الانسان لو ارتقى بهذا الجسد هيبقى خفيف. حته الاكل دي دايما اللي بياكل كتير
عنده امراض كتير ومشاكل كتير وكوليسترول. عشان الناس ما تفتكرهاش خفيف يعني لا خفيف الوزن. لا 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 لا, لا. يقدر يستوعب بسهوله، يقدر يقف يصلي بسهوله، يقدر يقعد لفترات طويله صايم، ما يبقاش في عنده الام جسديه، يبقى فرحان دايما. دايما لما بنروح الاديره ونشوف الاباء الرهبان بنجدهم في حاله صحيه متوازنه. لا نلاقيه تخين قوي ولا رفيع قوي. نعم. نلاقيه وسط. ليه؟ ماشي باعتدال. نعم. في موضوع الصوم، وطبعا معظمهم او يعني معظم السنه بيبقى صيام. فبيبقى في اعتدال شديد وصحه قويه جدا جدا. وذهن منور. حاضر. ذهن حاضر. ذهن حاضر، دي حقيقه. فوائد الصوم بصراحه كتيره 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 يعني. لو قعدنا نعدها لا كتيره. بكره اه كتير. طيب قبل ما نتكلم نرجع للصوم تاني، ناخد كده ترنيمه مع بسن. انت نسمع ايه بسن؟ هو الترنيمه دي استاذ محب قال لنا هيرنم معاك، وعدنا ان هو هيرنم معاك. اه اتفضلي اتفضلي. امنا يا عذراء ام المسيح، يلي فيك دايما بيحلو المديح. أمنا يا عذراء يا أم المسيح، يلي فيكي دايما بيحلو المديح. قلوبنا بتحبك حب ملوش مثيل، عايزين نفضل جنبك ونقول تراتيل. قلوبنا بتحبك حب ملوش مثيل، عايزين نفضل جنبك ونقول تراتيل. أمنا يا عذراء يا أم المسيح، يلي فيكي دايما بيحلو المديح. أمنا يا عذراء يا أم المسيح، يلي فيكي دايما بيحلو المديح. بتسد احتياجاتنا وتفيدي كمان، وفي زحمة حياتنا تدينا الأمان. بتسد احتياجاتنا وتفيدي كمان، وفي زحمة حياتنا تدينا الأمان. أمنا يا عذراء يا أم المسيح، يلي فيكي دايما بيحلو المديح. أمنا يا عذراء يا أم المسيح، يلي فيكي دايما بيحلو المديح. فرحتي قلوبنا لما شفنا نورك، يلا عذراء اللي ده وحشنا ظهورك. فرحتي قلوبنا لما شفنا نورك، يلا يا عذراء اللي ده وحشنا ظهورك. أمنا يا عذراء يا أم المسيح، يلي فيكي دايما بيحلو المديح. أمنا يا عذراء يا أم المسيح، يلي فيكي دايما بيحلو المديح. بتصومي عادي بقى وتاكلي طول اليوم؟ لا بصوم كتير، بس في ايام معينه يعني، مش طول الوقت، مش كتير. ده ليه؟ ده بيبقى في حاجه؟ لا في الصيامات بصوم قطعي، بس مش كتير يعني. في ايام مش كتيره. طيب. نرجع مع استاذ محمد. عايزه اسال ان الناس، في ناس ما بتصومش، هل الصيام عليه عقاب معين ولا لا؟ لا، هو زي ما قلت لك في الاول، الصوم عندنا حب. والصلاه حب. ودي وسائل توصلنا لربنا، من ضمن الوسائل الصوم.
لكن ده لازم زي ما الكنيسة بتقول لي في صيام لازم أطيع. إشمعنى مثلا لما يكون في أمر ما يعني يقول يوم الجمعة أجازة يبقى خلاص يبقى على الكل مثلا الورقة المالية دي ملغية خلاص يبقى كله كلنا بنسمع الكلام. ليه عند الكنيسة نقول مثلا مش هصوم؟ لتخيل حضرتك الصوم أمر قديم جدا من أيام آدم، قال له يا آدم من هذه الشجرة لا تأكل ويوم أن تأكل موتا تموت. فالصوم ده حاجة قديمة قوي قوي ولصالح الإنسان. ليه ما يصومش؟ الإنسان اللي ما بيصومش خالص ده دليل إنه بيحب الجسد، بيحب العالم. طب ما تيجي نفكر مع بعض، الجسد ده آخرته إيه؟ قال إيه قداسة البابا المعظم البابا الشنودة المتنيح القديس؟ قال مصير الجسد سينتهي، فيا ليته أن ينتهي من أجل عمل صالح. كده كده الناس اللي كلت وشربت الجسد هيروح له التراب في الآخر، وقبل ما يروح له التراب الدود هياكله. فالصوم ده حاجة مفيدة، لكن اللي هتتبقى هي الروح، لأننا أصلا بنغذيها في الصيام. أيوة صح كده. طب ليه ما اهتمش بالروح؟ ومن ضمن اهتمام الروح الصيام الجسدي. نعم الصيام الجسدي، فالصيام الجسدي لصالح الإنسان مش لضرره، ده من الناحية الروحية ومن الناحية الجسدية. الناس اللي بتصوم كتير لا يجي كوليسترول ولا يجي سكر ولا يجي ضغط ولا يجي دهون ولا يجي قلب مفتوح والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي. ليه؟ الـ 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 الاكل اللي بيحتاجه الجسم فقط، ما بنزودش. لكن في ناس، وفي ناس في الصيام لما تاكل بس بيجي قولون من كتر الزي ما هو اعتدال، بقول لحضرتك اعتدال. المهم الاعتدال في الاكل، وفي اكلات صيام كتيره قوي قوي خفيفه من الزيت وحاجات زي كده. ده حقيقي فعلا، ما هو ده اللي بنتكلم فيه بقى، ان كل الاكلات اللي طالعه جديده دي مليانة زيوت، فدي تؤثر بالسلب على الجسم. ده حقيقي. طبعا طبعا. عايزين برضو اللي هي كده، احنا عرفنا ان مفيش اي عواقب لعدم الصيام، لكن هو الصيام هو اللي طبعا طبعا. نتكلم تاني برضو ايه تاني من فضائل الصوم على الانسان بقى، يعني على الانسان روحيا. ما انا بقول بيرتقي الصوم بالانسان في العلاقة الخاصة مع الله. الإنسان الصوام والإنسان المصلي الاثنين مع بعض، هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم، الاثنين مع بعض إنسان علاقته قوية جدا جدا بربنا. يعني هو الهدف برضو منه أنه بيقربنا أكثر، أكثر لله. أكثر. خلي حضرتك القديس العظيم الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك، كان عايش عيشة مرفهة للغاية، العيشة الناحية الجسدية يعني. وبعدين لما دخل في العلاقة القوية العميقة مع ربنا وقف يصلي، وقف يصلي في فترة الغروب، كانت الشمس وراه، ما حسش بالوقت إلا ما الشمس جت في الشروق ولسعته هنا. قالها ليه قطعتي العلاقة معايا؟ إيه ده؟ ما تعبتش من الوقفة؟ لا لا لا، عندما يتصل الإنسان بخالقه يتوقف الزمن. اللي يخلي العلاقة تبقى يعني الجسد تعبان، مش قادر أقف، رجلية مش شايلاني، صداع، أفكار، طب إيه الحاجة دي اللي يسندها ويقويها؟ الصوم. الصوم لدرجة إن في أحد الرهبان الصغيرين بيعدي على الآباء الرهبان بيقول لهم الصيام الكبير معاده بكرة. فجاء أب راهب كبير قال له صيام إيه اللي بكرة؟ قال له الصيام الكبير. قال له يا ابني أنا من ساعة ما دخلت الدير وأنا صايم. صحيح. مفيش يعني الفكرة دي مش في دماغه. طبعا الكلام ده يعني كان في الآباء الرهبان الأوائل يعني. الصيام مهم جدا جدا للإنسان الروحي. وبدون الصيام تبقى الخدمة خدمة اجتماعية، خدمة سميها زي ما تسميها، لكن الخدمة الروحية مهم جدا موضوع الصيام يكون فيها. احنا قلنا ان الصيام بيقربنا جدا. طبعا. عايزه الصيام، الصوم والصيام دلوقتي في ناس بتصوم وفي نفس الوقت هي ما بتصليش اصلا، يعني اللي هو خلاص انا جاي عليا الصيام الكبير فبصوم وما بروحش كنيسه واصلي، جاي عليا الصيام الصغير فبصوم وهكذا وهكذا. يصوم من غير صلاه. ده ايه رد الفعل فيه؟ رد الفعل من ناحيه روحيه ولا حاجه، كانه ما عملش حاجه.
لان الاثنين مرتبطين ببعض. نعم. الصوم والصلاه. هذا الجنس لا يخرج الا بالصوم والصلاه، بالصلاه والصوم. دانيال والاثنين بيكملوا بعض، يعني ما ينفعش ان احنا تبقى في حاجه ناقصه عن حاجه. هم ثلاث حاجات. رب المجد يسوع قال عليهم. نعم. متى صمت؟ نعم. اغسل وشك وادهن راسك. فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نعم. متى صليت؟ ادخل مخدعك واغلق بابك فابوك متى اعطيت صدقه؟ لا تعرف شمالك ما تصنعه. يعني يبقى الثلاثه دول مع بعض مثلث متساوي الاضلاع، صوم صلاه صدقه. الصلاه عشان تطلع فوق لازم يكون لها جناحين. الصلاه عشان تطلع فوق يكون لها جناح، الصوم ادي جناح، والصدقه. الصدقه يعني العطاء. يعني أد يعني اشعر بالاخر. الصوم يعني يعني الجسد ده مش يعني مش في الحسبان دلوقتي. نعم. جسدي ده زي الحصان اللي ركبه الفارس لازم يقوده باللجام، يلجمه. ايه هو اللجام بتاع الجسد؟ الصوم. نعم. مفيش لجام يقوده بقى الجسد زي ما يقود. يبقى هنا الصلاه مهمه جدا، اثنين الصوم، ثلاثه الصدقه، والثلاثه مكملين لبعض، الصوم والصلاه والصدقه لازم. يعني ده لابد من الصيام. اه طبعا. يعني تنصح بقى الشباب والمشاهدين بايه بخصوص ان هو ما ينفعش ان هو يصوم بس، لازم ان هو يصلي مع الصوم والصلاه والصدقه. اه لازم الثلاثه مع بعض. لان مش انا بصوم. ايه اهميه الصدقه؟ نعم. يعني ايه اهميه الصدقه؟ يعني احنا عارفين اهميه الصوم والصلاه، اهميه الصدقه. اه. الصدقه بتعلمني العطاء. ازاي احس بالاخر، ازاي اشعر بالاخر في فتره الصيام، وازاي اشترك في صفه من صفات الله اللي هي العطاء. الله اعطانا الحياه، الحياه نعمه الوجود. الله اعطانا حاجات كثيره جدا جدا، لو قعدنا نحسبها مش هنخلص. فازاي انا ابقى عايش لذاتي والملذاتي والشهواتي؟ لا، لازم احس بالاخر، لان المحبه الحقيقيه حب الله من كل القلب. نعم. حب قريبك كنفسك. نعم. واحب اعدائك. فهنا انا مش عايش لوحدي، ما استحق ان يولد من عاش لنفسه. فهنا العطاء بحس بغيري، العطاء بيديني قوه ان انا اشترك مع غيري في الكنيسه، في الوطن، في البيت. دائما ادي، ادي ايه؟ ادي ابتسامه، ادي بشاشه، ادي كلمه عزاء، ادي تشجيع، ادي من مالي. تخيلي حضرتك الشاب الغني لما راح لرب المجد يسوع نفسه وقال له ماذا افعل لارث الحياه الابديه؟ قال له احفظ الوصايا، قال له حفظتها منذ حدثتها، قال له يعوزك شيئا واحدا، بع كل مالك وتعال اتبعني. ما ردش عليه، اغتم على القول ومضى حزينا لانه ذا اموال كثيره. يعني ايه؟ بيحب المال. محبه المال اصل لكل الشرور، ان ابتغاه قوم ضلوا عن الايمان وطعنوا انفسهم بانواع امراض كثيره. شاب اخر وهو داخل الكنيسه سمع نفس الجمله في الانجيل بيتقري. بيقول ايه؟ ان اردت ان تكون كاملا فاذهب بع كل مالك وتعال اتبعني. بعد القداس خرج وباع 300 فدان. وودى اخته بيت العذار. واصبح اب جميع الرهبان. ايه الحكايه؟ الكلمه دخلت هنا فنزلت الى اعماقه، خرج ينفذ. ليه؟ محبه المال مش موجوده. يعني الفرق بين الاثنين، الاولاني مضى على بعيدا واقتمع القول، لكن ده نفذ. العلاقه بين الاثنين ايه؟ هنا الكنيسة كل يوم تقول لي لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه. الثاني نفذ اللي هو الأنبا أنطونيوس، نفذ بالحرف وأصبح أب جميع الرهبان وله مكانة كبيرة في الكنيسة وفي السماء. لكن الثاني ما عندهوش فضيلة العطاء. كل النفس، كل النفس. وغني آخر قال إيه؟ قال لنفسه كلي واشربي يا نفسي، أهدم مخازني وأبني أعظم منها واقول لها كلي يا نفسي فاني لك خيرات لسنين عيد. قال له يا غبي لمن اعددت هذا؟
الليله تؤخذ نفسك منك. يبقى هنا العطاء شاعر بالاخرين. ناس كثيره جدا جدا وفي ايامنا هذه بتدي في الخفاء وفي العلن وفي التاريخ الكنسي، المعلم ابراهيم الجوهري والمعلم جرجس الجوهري وامثالهم كتير جدا جدا في العطاء. فالعطاء بيسيب ذكرى طيبه للانسان وبيجعله عايز اقول لك حاسس فرحه معينه في حين انه يعطي في حين انه ياخذ، ياخذ بركه من الله. ازاي؟ قال كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت مريضا، كنت عريضا، اين رايناك يا رب؟ قال كل ما فعلتموه باحد هؤلاء الاصاغر فبي قد فعل. يبقى اللي بيدي بيدي ربنا، اللي بيزور مريض بيزور رب المجد يسوع بذاته. ده دليل عطاء. يا ترى احنا بندي في الصيام ولا بناخد بس؟ مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. وايه ثمار العطاء؟ ثمار العطاء، العطاء ثمار العطاء كثيره جدا جدا. الانسان اللي بيدي هنا ياخذ هنا في الارض 100 ضعف، والحياه الابديه في الدهر الاتي. ياخد 100 ضعف هنا. شوف القديسين كلهم سابوا كل حاجه وخدوا كرامات كثيره جدا جدا في الارض وفي السماء. القديس العظيم ماري جرجس، يعني واحد حكموا عليه 70 واحد مش قادرين عليه لمدة 7 سنين، عملوا كل حاجة وفي الآخر قطع راسه وبقى أمير الشهداء. إدى إيه؟ إدى حياته. يعني إيه أكتر من كده؟ يعني يا ربي أنا هديلك، أنا ما عنديش حاجة أديها لك، أديلك إيه من عندي ما دمت أنا فقير؟ لا ذهب ولا فضة معايا ولا فلوس كتير، أديلك قلبي من عمق حب. ده كانت لغة كل الشهداء. فأكرم الذين يكرمونني. دايما هنا نمجد رفات القديسين، نعمل لهم تمجيد، نعمل لهم اعياد، اعياد استشهاد، اعياد تكريس كنايسهم، وليهم مكانه فوق في السماء، وليهم شفاعه قويه عندنا. لما نقول يا ماري جرجس، يا ستي عذراء، يا قديس ابانوب، لان الهنا اله ايه؟ احياء وليس اله اموات. فبركه العطاء ان انا بدي ربنا وهو شايف فبيديني هنا 100 ضعف. بس 100 ضعف ومعاها في حاجه كده زياده كمان، مع الام. يعني في حاجه موهبه ناخدها كده 100 ضعف، حاجه كويسه وفي الام. ليه؟ ان الام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا، وبضيقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات. الانسان اللي بيدي ده بيدي من كل حاجه، بيدي من وقته، بيدي من جهده، بيدي من موهبته. يعني بس انت عندها موهبه بتديها للكنيسه، بتديها للترانيم، تتعود بعد كده ان كل موهبه تظهر عندها او عنده في حياتها تديها لربنا، اوجهها لربنا. امبارح احتفلنا بعشيه القديسين العظمين قزمان ودميان. كانوا دكاتره، كانوا بيعالجوا الناس ببلاش ومشهورين جدا جدا. طب ايه الارض؟ امبارح كنا بنطيب الرفات بتاعتهم، والنهارده العيد بتاعهم، وقد ايه السما فرحانه بيهم والارض فرحانه. خدوا بركه، خدوا بركه وخدوا عوض وفي السماء. يعني بركات وثمار كتير جدا طبعا. جدا. انا عايزه اروح مع بسنت ونسمع كده ترنيمه. ترنيمه اتفضل. احتاج اليك واجري عليك وتحميني واشبع امان وانا بين ايديك مخبيني. احتاج اليك واجري عليك وتحميني واشبع امان وانا بين ايديك مخبيني. ولو مشيت في وسط موج تبقى رجايا ومنقذي، ولو بحور الدنيا هاجت على شراعي ومركبي. ولو مشيت في وسط موج تبقى رجايا ومنقذي، ولو بحور الدنيا هاجت
على شراعي ومركبي أفضل معاك يا ملجأي. مرت سنين وشفت فيك راعي أمين، تنام عينيا وانت عينك سهرانين، وابعد واتوه عن سكتي والقاك معايا في وحدتي، وابعد واتوه عن سكتي والقاك معايا في وحدتي، تشفي جروح القلب وتشيل الانين، وينادي عمري يا مالي قلبي، وينادي عمري يا مالي قلبي، يا أغلى حبيب أغلى حبيب. جميلة أوي، رائعة. صغنونة وصوتك صغنن وترانيمك حلوة أوي أوي. بس أنا هرجع تاني مع الصيام. احنا اتكلمنا عن الصيام وثلاث حاجات، قلنا الصوم والصلاة وأهم حاجة العطاء، واتكلمنا عن البركات العطاء والصوم والصلاة. طيب عايزين نتكلم برضو في العطاء عن الإنسان اللي ما بيعطيش، اللي ما بيقدمش، ده إيه تأثيره روحيا عليه؟ بيتقوقع حول ذاته. كل حاجة ليا أنا. أنانية يعني. أنانية. والأنانية جاية من كلمة أنا. ألف نون ألف، ودول ثلاث كلمات يبدأوا بحرف الألف والنون والألف. أول كلمة أحب، اللي هي الألف. نون نفسي، ألف أولا، أحب نفسي أولا. أول ثلاث حروف كلمة أنا، ألف نون ألف. الإنسان ده دايما تلاقيه متذمر، يقول لك ما عندناش، ما حلفناش، ما ادوناش، ما قدروناش. ليه؟ باصص لذاته. طب انت اديت ايه؟ دايما مش شاكر، دايما حزين، دايما يائس، دايما مكشر. لكن الانسان العطاء، الانسان العطاء منفتح على الاخرين، منفتح على الآخرين، محب لغيره. إيه الحكاية؟ إيه؟ عنده فضيلة العطاء، كل حاجة عنده يشارك الآخرين بيه. عنده إيه؟ عنده محبة، اللي بيحب الكل مهما يكون، من أي جنس، من أي دين، من أي لون. عنده فرح، تلاقيه يفرح اللي حواليه في المكان اللي هو فيه. عنده سلام، ممتلئ سلام، يحل سلامه على اللي قدامه. عنده طول أناة، عنده صبر، اللي هي ثمار الروح القدس يعني. عنده وداعة، عنده إيمان، عنده صلاح، عنده تعفف. والحاجات دي كلها اللي عنده، اللي هي ثمار الروح، يشارك بها الآخرين ويعطيها للآخرين. لكن الإنسان اللي ما عندهوش حاجة خالص خالص، جاف زي التينة اللي عدى عليها رب المجد ولقاها من غير ثمر، لعنها فجفت. صعب قوي ان الانسان يعيش كده لذاته ولحياته والملذات. ده حقيقي. صعب خالص. طب احنا يعني احنا مع السادة المشاهدين يعني خلصنا فقرة الصوم، وعايزين ندخل بقى على فقرة الخدمة الشمسية. يعني احنا عايزين نتكلم شوية عن الشمامسة والخدمة فيها، بما ان احنا في صيام الخدمة، فهي الخدمة ما بتقتصرش بس على الصوم، في حاجات تانية كتير. الخدمة الشمسية، ايه الخدمة الشمسية الأول؟ الخدمة الشمسية اللي هي الخدمة في القداس الإلهي. القداس بيتكون من الأب الكاهن، الشماس، والمرتل، ودول والشعب، دول الأربعة الأساسيين في خدمة القداس الإلهي. من ضمن دول الخدمة الشماسية، اللي هو الشماس اللي بيساعد قدس أبونا في المردات وفي الخدمات داخل وخارج الهجر. ده غير المعلم؟ المرتل او المعلم ده حاجه ثانيه. المعلم بقى ايه؟ المعلم إيه هو اللي بيقود الشمامسه بره في الالحان الخاصه بالقداس الالهي. طب ايه درجات الشمام؟
في اول حاجه اللي اسمها ابسالتوس، وبعدين في اغنوستوس الدرجه اللي بعديها، وفي ابيزياكون، وفي زياكون، وفي ارشزياكون. البسالتوس اللي هو الدرجه الاولانيه اللي هو القارئ، ده بيبقى الاولاد الصغيرين بيبقوا حافظين حاجات على قدهم، ويجي في زياره الاب الاسقف او المطران بيرسمهم بوضع اليد. والاغنوستوس ده الدرجه اللي بعد كده اكتر شويه، وبعد كده في الابيزياكون، ابيزياكون اللي هو مساعد الشماس، وبعد كده في زياكون اللي هو شماس كامل، وبعد كده ارشزياكون اللي هو رئيس شماس. يعني عايزين برضو في كل ترتيب لواحد نعرف الخدمه بتاعته بيعمل فيها ايه بالظبط جوه القداس. اللي هو البسالتوس اللي هو القارئ ده بيقوم بقرايه الرسائل اللي هي البولس او الكاثوليكون او الابراسيس، دول اللي هم بيبقوا اصغر سنا من القداس. وطبعا دي كانت الدرجات دي زمان الحقيقه كانت ليها وضع كبير قوي قوي في الكنيسه، يعني دلوقتي كترت قوي الاعداد وبنشوف شمس كثيره قوي قوي، يمكن صغيرين، لكن ده تشجيع ليهم. الابيزياكون اللي هو مساعد شماس ده كان ليه وظيفه زمان، كان يقف على باب الكنيسه من الخارج ويمنع دخول اي حاجه غير لائقه مثل الكلاب او حاجه زي كده. معقول في ناس ممكن تعمل ده؟ دي كان كده في القديم، يعني في القديم. الابيزياكون، الزياكون اللي هو الشماس الكامل ده ممكن يساعد في تناول الدم مع قدس ابونا هو والارشزياكون. بس احنا عمرنا ما شفنا ان في شماس بيساعد الكاهن في المناوله، لكن ده موجود. لا موجود موجود. ان كانت واخد رتبه زياكون او ارشزياكون متاح جدا انه يناول الدم. قول لي بقى، في سن معين للرسم انك ان طفل يترسم شماس؟ لا هو ولا هي انا بسبح وشوف كده حاجات صغنونه كده كتير. هو طبعا يفضل ان الولد يبقى حافظ على قد سنه حاجات معينه، ويبقى الولد منضبط في مدارس الاحد وله علاقه وله اب اعتراف ودائم الحضور مبكرا الى الكنيسه، يعني دي اللي هي السمات الاساسيه. وطبعا كل رتبه حسب، يعني مثلا الاغنوستوس بيبقى كبير شويه في السن عن البسالتوس، يعني الابيزياكون طبعا بيكون او الدياكون طبعا بيكون ليه خدمه كبيره في الكنيسه وله ومعروف وسط الكنيسه طبعا، وبيكون قدوه حسنه من المشهود له من الاباء الكهنه ومن المخدومين ومن الشعب. عايزين برضو نعرف الخدمه بقى، يعني الاطفال الصغيره اللي بيترشموا بدري دول بتخلوهم يخدموا في ايه وهم لسه يعني ما خدوش حتى اي درجه من درجات الشمامسه؟ هو طبعا بيفضل انهم يبقوا موجودين معانا عشان يتعلموا اولا الانضباط والوقفه داخل الهيكل ازاي، وبعدين يبداوا يلقطوا المرادات اللي احنا بنقولها، بيبقى ماسك الخلاجي ومتابع بحيث لما يترقى لرتبه معينه ويجي الخادم بتاعه يمتحنه يلاقيه حافظ كويس او المعلم او المرتل بتاعه، بيبقى مهيأ ليطلع لدرجه ثانيه، يعني لدرجه اعلى. فطبعا دي لازم شروط يبقى مسؤول عنها المرتل او معلم الكنيسه يعني، او الخادم المسؤول عن مدرسه الشمامسه زي ما بيسموها منتشره اليومين دول، جميله قوي في معظم الكنائس حاجه اسمها مدرسة الشمامسة، دي بينتسب ليها معظم الدرجات الشماسية من مختلف الأعمار. امتى بيعلى بالدرجة بتاعته في وهو شمامسة؟ الخادم بتاعه الخادم بتاعه حسب ما بيرتقي له، ان هو وصل لمرحلة معينة من حفظ كم معين من الألحان ومن المردات داخل الهيكل ممكن يزكيه ويبقى مثلا. مش بالسن؟ لا مش بالسن، لا 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 لا، ما هو في ناس كبيره خالص في السن واخدين رتبه اغنوستوس وحاجه زي كده يعني، مش بالسن. طب نرجع نكمل الخدمه الشمسيه مع استاذ محب، بس نسمع ترنيمه بقى. ترنيمه اسمها فيك الحل، كلماته ارحي. اتفضلي.
لو خطوتك تاهت في يوم وسط الظلام، لو ضحكتك صبا من الحزن سهام، لو صرختك صبحت في يوم يا دوب كلام، هو المسيح هو العلاج ولينا شافي، ملجأ لاحتنا وفرحنا وحبه كافي، عند المسيح نلقى الفرح وحضن دافي. لو كان طريقك كله شوك مليان هموم، لو كل يوم بتشرب من الخطية سموم، لو سكتك الشر فيها عشش قرر يدوم، هو المسيح هو العلاج ولينا شافي، ملجأ راحتنا وفرحنا وحبه كافي، عند المسيح نلقى الفرح وحضن دافي. هو المسيح هو العلاج ولينا شافي، ملجأ راحتنا وفرحنا وحبه كافي، عند المسيح نلقى الفرح وحضنه دافي. جميل. مش هأكد تاني ان صوتك حلو. عايزه ارجع مع استاذ محب واعرف اهميه الشماس بالنسبه للكاهن ايه؟ ما انا قلت لحضرتك ده المساعد او المعاون. انت ليه بتدينا نبذات؟ يعني ليه ما تشرح لناش بالتفصيل؟ يعني احنا الموضوع ان في ناس كتير ما تعرفش اهميه الشماس ايه، مجرد بتروح القداس لا يا شمامسه واقفه، في واحد ليه دور في مرض معين بتاع، فاحنا عايزين نعرف التفاصيل، عايزين الناس تهتم تبقى عارفه ان كل واحد دوره ايه بالظبط. كل شماس موجود داخل الكنيسه ليه دور. في شماس يقوم بالمرضات الداخليه اللي هو على المسبح مع قدس ابونا، وفي شماس بره اللي هو بتاع المرادات الخارجيه اللي هي بتقولها مع الشعب، المعلم والشمامسه والشعب، وفي شماس اللي هو بيقوم بالقراءات اللي هي البولس والكاثوليكون والابراكسيس والانجيل. في شماس بيقوم بخدمه جوه خدمه المسبح اللي هي ما حدش بيشوفها. يعني قدس ابونا مثلا قبل ما بيتقدم لرفع الحمل لازم يغسل ايده. في شماس لازم يبقى ايه مخصوص للخدمه دي. في شماس اخر يبقى ماسك لابونا الحاجه طبعا بيغسلوا ايده. زمان في القديم كان في واحد شماس اسمه القندلفت اللي هو كان ينور الاناديل بتاعه الانوار بتاعه الكنيسه كلها، القندلفت. فكل شماس جوه الكنيسه اثناء الخدمه بتاعه القداس ليه المهمه بتاعته اللي بيقوم بيها وعارفها، وكل واحد حسب رتبته. برضه عايزين ينفع يعني ينفع يتقام قداس من غير ما يكون في حد من الشمامسه ناقص او من الخمسه الرتب اللي احنا اتكلمنا عليهم ناقصين؟ لا، يعني لو في شماس واحد في القداس مع قدس ابونا هذا يكفي. يعني طبعا لو تعذرت الامور، يعني ابونا هيقوم بالقداس فلازم في مردات معينه، في حاجات معينه لازم يساعد فيها الشماس قدس ابونا والمعلم برضو، دي حاجات خاصه بيه، فلو شماس واحد يكفي في القداس الالهي. هو كل اللي بيعلم الشمامسه دول هو بيبقى المعلم، يعني هو المتخصص الاساس، ما هو تمام من اسمه معلم، الاساس المعلم. نمره اثنين الخادم المسؤول عن الشمامسه. اثنين يعني واحد اللي هو المعلم في الكنيسه والخادم المسؤول عن الشمامسه كلهم. ايه اهم الشروط اللي لازم تبقى متوفره في اللي هيترشم شماس؟ اولا الانتظام في الكنيسه، حضوره للقداس بدري، حفظه للالحان الخاصه بالقداس، يكون قدوه حسنه جدا بين الاباء الكهنه وبين الشمامسه وبين الشعب. يعني مش اي حد نجيبه، مش اي حد يترسم شماس. يكون طبعا مشهود له بالسلوك الحلو خالص. العلاقات الروحيه اللي هو اب الاعتراف،
ممارسة وسائط اللي هي النعمة اللي هي التناول بانتظام والاعتراف بانتظام. دي الشروط اللي هي واجب نظرها في أي شماسية رسمية. هل من ممكن ان يحصل ان يصدر شيء من شماس فتتشال عنه انه ممكن طبعا ايه اللي ممكن يعني ايه الحاجات المتوقعه اللي ممكن تخليه يتسحب منه رتبه الشماس؟ اي سلوك منحرف يشين بهذه الرتبه تتشال منه. لدرجه ان الشماس ده حاجه زمان كانت حاجه كبيره خالص، يعني البابا أثناسيوس الرسولي البطريرك العشرين ده كان شماس صغير خالص، وبعدين دخل في المجمع وكان له الحجة الكبيرة قدام أريوس وضحض بدعة أريوس وهو لسه شماس. المثال الثاني الرائع استفانوس رئيس الشمامسة لما كانوا بيرجموه وبعدين قال لهم يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، عمل زي رب المجد يسوع لما كان على الصليب قال لهم يا أبداه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون، فلقى السماء مفتوحة ورب المجد يسوع جالس عن يمين العظم. إيه الحكاية؟ شماس. لكن رتبة كبيرة جدا جدا في الكنيسة وليها أهميتها وليها وقر. ليه دايما الشماس لما بيجي ترشم في الأول بيتقص جزء من شعره على هيئة صليب في الراس؟ ايه المعنى؟ مش كل الرتب. ليه بقى؟ الابسالتوس بوضع اليد. الابسالتوس بوضع اليد. بالنسبه للاغنوستوس هنا قص الشعر علامه انه نال رتبه معينه. انه نال رتبه معينه. زمان كان لما يجي حد بيمسح كان بقنينه الزيت يتصب عليه او بوضع اليد، من ضمن الحاجات قص الشعر بالنسبه لرتب الشماس من اول درجه اغنوس. ليه على هيئه صليب؟ اي حاجه عندنا اي حاجه عندنا بتبقى على هيئه صليب. يعني ملهاش رمز معين؟ لا لا. طب احنا عايزين نعرف الطقوس اللي وقت اللي بتنطبق على الشماس اللي بتتعمل للشماس وقت الرشم ده، بس نسمع ترنيمه مع بسات. ترنيمة مصر احفظ بلادنا يا رب. اتفضل. احفظ بلادنا يا رب واملاها من خيرك، جايين بكل القلب ملناش رجاء غيرك. احفظ بلادنا يا رب واملاها من خيرك، جايين بكل القلب ملناش رجاء غيرك. احفظها من الحاجة ومن الفقر ومن جفاف يا نبيع النار، احفظها من الإرهاب والشر، احفظ بلادنا يا رب. احفظها من الحاجة ومن الفقر ومن جفاف يا نبيع النار، احفظها من الإرهاب والشر، احفظ بلادنا يا رب. مجدك يعود ليها يشفي أراضيها، ومذبحك فيها يحفظ بلادنا يا رب. مجدك يعود ليها يشفي أراضيها، ومذبحك فيها يحفظ بلادنا يا رب. احفظ بيوتك في بلادنا واملك عليها يا سنة، احفظ بناتنا وأولادنا، احفظ بلادنا يا رب. احفظ بيوتك في بلادنا واملك عليها يا سيدنا، احفظ بناتنا وأولادنا، احفظ بلادنا يا رب. مجدك يعود ليها يشفي أراضيها، ومذبحك فيها يحفظ بلادنا يا رب. مجدك يعود ليها يشفي أراضيها، ومذبحك فيها
غيرك، احفظ بلادنا يا رب واملأ من خيرك، جايين بكل القلب ملناش رجاء غيرك. امين امين. في شهر صيام الخدمة، وبسنت يا جماعة سنها صغير وبتخدم في سن صغير جدا، فاحكي لي عن خدمتك كده شوية بسرعة. أنا بخدم في مسرح كرول عشان متميزة في صوتي. كان في فكرة إن إحنا هنعمل حاجة في كنيستنا على الشعر، بس لسه يعني متأجلة شوية. عن الشعر؟ حاجة للمبدعين الصغنطتين إن إحنا نشجعهم كده. ولسه ما ابتديتوش فيها؟ لسه ما ابتديناش فيها. بس بتجهزوا لها في الوقت الحالي؟ بتجهزها. بتقدمي في ايه كمان يا بس؟ انا حاليا اصلا لسه ما خلصتش اعداد خدمه، انا لسه في ثانيه. سوري، في اولى. رايحه ثانيه، خلاص الامتحانات قربت. ربنا يستر. الامتحانات خلاص في الكل. طب ربنا معاكي يا بسنت. نرجع مع استاذ محب، عايزين نعرف الطقوس او ايه الدرجات بتاعت الشمامسه والطقوس بتاعتهم وقت الشمس. زي ما قلت لحضرتك، سالتوس اول حاجه، اغنوستوس، وبعدين ايبيزياكون، زياكون، ارشيزياكون. ايه بقى درجات الطقوس بتاعتهم في الرشام؟ سالتوس مجرد ان هو سيدنا الاسقف او المطران بيصلي بوضع اليد وبيقرا تعهد معين وايه هي الحاجات اللي يقوم بيها. الاغنوستوس بيبقى شايلين التواني بتاعتهم على ايديهم، وبعدين سيدنا بيقرا عليهم ما يجب ان يفعله الشماس في رتبه الاغنوستوس، وبيقولوا تعهد بيقولوه ورا سيد الاسقف. يختلف الامر عن الابيزياكون، انه بيجتمعوا كلهم اللي هم يتاخدوا الدرجه دول وقدام سيدنا، وبرضه بيقرا عليهم التعهد، وفي الاخر بيحضروا طبعا القداس كلهم وبيتناولوا من ايد سيدنا وبياخدوا شهاده بهذه الرتبه الابيزياكون. يعني احنا في ايام قداسه البابا شنودة سمح لينا بان احنا ناخد الرتبه دي، واللي قام برسمتنا نيابه الحبر الجليل انبا ابراهام اسقف يوم الجيزه، وكان طبعا لهذا اليوم احتفال رائع، وخدنا شهاده بالدرجه دي. نعم. الشماسه الكامل والارش زياكون دول في طقوس خاصه بيهم، لان دول الوحيدين في درجة الشماسية انه ممكن زي ما قلت لحضرتك يعاونوا الاب الكاهن في مناولة الدم اثناء التناول. نعم، ودي اعلى الدرجات. ودي اعلى الدرجات اللي هي الشماس الكامل هو الدياكون والارشدياكون. هسال حضرتك نفس السؤال برضو، حضرتك خادم طبعا في الكنيسة، ايه المعوقات اللي ممكن تكون بتقابلك في الخدمة؟ الحقيقة في معوقات احيانا بتبقى في النواحي المادية في بعض الأماكن، لكن أي معوقات إحنا بتقابلنا بنعرضها على رب المجد يسوع الصلاة في مخدع الصلاة الحقيقة لكي يذللها، إلى جانب مثلا خدمة في القرية بتبقى الإمكانيات محدودة إلى حد ما، ولكن بساطة الناس وتواضعها وقبولها للخدمة بأي شكل وبأي وضع ده بيجيب ثمر حلو خالص خالص. لكن الحقيقة احنا نؤمن تماما ان ربنا حلال المشاكل وحلال المعوقات ايا كانت هذه المشاكل او المعوقات. طب انا عايزة من حضرتك كلمة اخيرة عن صيام الرسل، بما انه صيام خدمة، كلمة اخيرة للمشاهدين دي. طبعا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة صوم الرسل، الصوم الاول في الكنيسة، وما ينفعش يعدي علينا الصوم ده إلا ما ناخد منه بركات روحية كتيرة قوي قوي، ونشعر إن دي هتدينا دفعة للخدمة، دفعة للكرازة،
بحيث كل اللي شفنا من الناس يمجدوا أبانا الذي في السماوات عن طريق أعمالنا. وكل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب. عايزة برضو من بسنت كده كلمة سريعة كده للمشاهدين قبل ما نقفل الحلقة. الصيام ديت حاجة ان احنا ربنا ادانا حب، فلازم نرد له الحب دوت، لازم نديله علامة ان احنا بنحبه. فالصيام هو حب لربنا، ان احنا نهتم بيه وان صيامنا ما يكونش ناقص، والصيام يا جماعة لازم يكون كامل، صوم وصلاة وعطاء ده اهم حاجة. مشاهدينا ارجو ان انتوا تكونوا النهاردة استفدتوا من موضوعنا. انا بحب اشكر جدا ضيوفي استاذ محمد مكرم رزق الخادم بكنيسة ملك ميخائيل بسوس، انا بشكر حضرتك كتير ان انت كنت معانا النهاردة، وايضا بشكر بسنت كتير، بسنت ناجح، بشكر كتير ان انت كنت معانا النهاردة، وبتمنى ان ربنا يوفقك، وايضا بشكر السادة المشاهدين، وتابعونا في حلقات قادمة. شكرا لحضراتكم. في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس.